في عاصمة الثقافة العربية تنتصب منارة علم شامخة، إنها جامعة بيت لحم. جامعة بيت لحم بيتك الثاني، بيت المعرفة والحكمة والعلم. أهلا وسهلا فيك في جامعة بيت لحم، مرحلة متميزة للأفضل في حياتك. تأسست جامعة بيت لحم عام 1973 بمبادرة من مجمع الكنائس الشرقية لدى الكرسي الرسولي، بالتعاون مع رهبانية إخوة المدارس المسيحية الفرير الذين يديرون الجامعة، تلبية لحاجة المجتمع الفلسطيني. أما الرئيس الأعلى للجامعة فهو القاصد الرسولي للقدس وفلسطين. رسالة الجامعة تقديم التعليم العالي المتميز وخدمة الشعب الفلسطيني في مدينة تاريخية وعريقة مثل مدينة بيت لحم. جامعة بيت لحم هي عضو في اتحاد الجامعات العربية، وعضو في المنظمة الدولية للجامعات الكاثوليكية، وعضو في الاتحاد الدولي للجامعات اللاسلكية، وعضو مؤسس في مجلس التعليم العالي الفلسطيني، وتعتمد الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عنها محلياً وإقليمياً وعالمياً. يتميز خريجو الجامعة في شتى الميادين الحياتية، ويغذون روافض النهضة الثقافية، وتجمع الجامعة بين أسوارها حالياً ما يزيد عن 3250 طالباً، وتتبنى مفهوم التعددية والتنوع. جامعة بيت لحم واحد سلام وواحد عدل، فنشعر جميعاً بالإنسانية العالية والغنى الثقافي اللي موجود، فبتنوع اللي موجودين في الجامعة من المدن، من القرى، من المخيمات، الفقير الغني، أيضاً تعدد الطوائف والأديان، كلياتنا منشكل عائلة واحدة. يتحدث أعضاء هيئة التدريس والموظفون عن أنفسهم كإخوة وأخوات لبعضهم البعض، وكإخوة وأخوات أكبر سناً لكم أنتم الطلاب الموكلين إلينا. تنهض جامعة بيت لحم بمسيرة التعليم العالي من خلال كلياتها الست، وهي كلية شكر دبدوب لإدارة الأعمال. فن إدارة الحياة شعارنا، والابتكار والتسويق طريقنا، والتنظيم والتوجيه وجهتنا، والقيادة غرسنا الثابت في نفوس طلبتنا. إنها كلية إدارة الأعمال جامعة بيت لحم. تقدم الكلية برنامجين، قسم إدارة الأعمال وقسم المحاسبة، فكن إدارياً ماهراً ومحاسباً ماهراً تدير صناعة الحياة. وكلية الآداب. رسالتنا في كلية الأداب نشر أريج المعرفة العلمية والإنسانية وخلق كفاءات قادرة على قيادة المجتمع الفلسطيني ومؤسساته، وشعارنا الارتقاء بالثقافة والفكر والإنسان، فأهلاً وسهلاً بكم في كلية الأداب. وتلبية لمتطلبات سوق العمل في الأرض التي يؤمها الحجاج على مدار العام، أنشأت الجامعة معهد إدارة الفنادق والسياحة. رسالتنا هي التدريب والتأهيل ورفض مجتمعنا بخريجين في عدة تخصصات البكالوريوس والدبلوم في إدارة الفنادق والمكاتب والدليل السياحي. وكلية التربية، وهي من أسمى المتطلبات المجتمعية. البناء طريقتنا والتربية منهاجنا وموروثنا الحضاري منطلقنا. إنها كلية التربية، رسالة سامية بكل ألوان الطيف التربوية والعلمية والمسلكية بدوائرها المختلفة، فق فاعلاً في جسم كلية التربية. وكلية التمريض. تغرس كلية التمريض والعلوم الصحية في أنفسنا القيم الإنسانية والمجتمعية النبيلة، وتخرج لنا الأيادي البيضاء القادرة على تقديم الرعاية الصحية والنفسية للمرضى، وبذلك فيعتبر طالب كلية التمريض هو من يرسم البسمة على وجه المرضى ويمسح الدمعة عن وجه مجتمعنا الفلسطيني. وأخيرا كلية العلوم. عقل الحكيم يكتسب المعرفة وأذن الحكماء تطلب العلم. رسالتنا تدرب الطلبة على التعمق في البحوث القادرة على حماية البشرية وبناء الإنسان، فأهلا وسهلا بكم في كلية العلوم جامعة بيت لحم. تزود جامعة بيت لحم طلابها من خلال كلياتها المتعددة بأدوات العلم والمعرفة، وتؤهلهم لبناء مستقبل مشرق. أتوق إلى احتمال الترحيب بكم هنا في جامعة بيت لحم، وأنتم تقومون بالتسجيل هنا من أجل مواصلة تعليمكم. شكراً.